اللي رسم ان تويتر هيشهره يبقى غلطان، واللي فاكر ان تويتر هيعمل له قيمة ولا يعمل له حاجة يبقى غلطان، واللي فاكر انه هيقدر يضحك على الناس ويجمعهم بالكذب برضه يبقى غلطان. وانا ست خلقي ضيق، ما بقاش عندي روح ولا مرار للعراك، اللي بشك فيه ببلغ عنه. وش هما بقى امن الدولة يتأكدوا دي ناس كويسة ولا لا؟ خلصت بس خلاص.